على أمل الحصول على وظيفة مستقرة، جاء هذا الشاب للمشاركة في فعالية حوارية ومعرض زراعي للذين لديهم دراية وعلم في مجال الزراعة والتربية الحيوانية، ملبياً دعوة قدمت له وللكثير من السوريين والأتراك، وذلك عن طريق مشروع تنفذه مؤسسات سورية وتركية في ولاية شانلئورفا وتدعمه منظمة الفاو العالمية والأمم المتحدة. أنا قبل فترة سجلت في مؤسسة رزق مشان ألاقي فرصة عمل، واليوم اتصلوا علي أنه في فرصة عمل عن معرض زراعي، وجيت انضممت وأتمنى ألاقي الشغل اللي يناسبني. المشروع مدعوم من الأمم المتحدة ومن منظمة الفاو العالمية، تنفذ مؤسسة رزق بالشراكة مع مديرية الزراعة بشانلئورفا تقديم فرص عمل بالمجال الزراعي، وفرص العمل تكون بشكل قانوني. بحضور نائب والي أورفا وشخصيات سورية وتركية جرت جلسات تعريفية بين المستفيدين الباحثين عن فرص العمل والمؤسسات المنظمة للنشاطات، كما قدمت بعض المنظمات التركية شرحا مفصلا عن طبيعة التعاقد والرخص والأذونات للعمل بشكل قانوني. projesi kapsamında da işkur hizmet noktasında sorumluyum. Bununla birlikte ضمن نطاق مشروعنا يتم تسجيل المستفيدين الذين يتلقون تدريباً مهنياً في القضايا الزراعية في نقطة خدمة إشكر، والشركات التي ترغب في توظيف عمال زراعيين مؤهلين والمستفيدين الذين يتلقون تدريباً في الزراعة، ويتم دفع أقساط التأمين من ميزانية المشروع لمدة 6 أشهر. لأن الموسيقى لغة الشعوب، انتهى اللقاء بالغناء باللغة العربية والتركية والكردية، وكان من ضمن الفعاليات التوجه إلى المعرض الزراعي للقاء المستفيدين من المشروع مع أصحاب الشركات والمعامل والمزارع الذين يعملون ضمن قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني. هذا المهرجان العملي منظم من قبل وزارة الزراعة والغابات، يعتمد على تعليم 308 شخصا سوريا وتركيا ذكورا وإناثا. أجرينا لهم ورشات تعليمية عن طبيعة العمل بالشكل السليم، ونأمل أن يستفيدوا من الذي تعلموا. مشروع يهدف لتشغيل عدد من السوريين والأتراك في القطاع الزراعي في محاولة لدمج اللاجئين السوريين في سوق العمل التركي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد التركي بشكل عام وعلى المستفيدين بشكل خاص.